توقعات العلامة الأولى مواليد 21 مارس إلى 31 مارس. وجه توقعاتك بالدرجة الأولى باتجاه تطوير مواردك الداخلية حتى تتجنب قدر الإمكان نوبات الغضب وتبادل الألفاظ العدوانية والبذيئة، وأيضا أي مواجهات تتطور إلى استخدام العنف البدني، لأن هذا السلوك لن يرجع عليك بأي منفعة إذا تمكنت من تركيز هذه القوة والطاقة في تطوير مواردك الداخلية. فسوف تقوم بأكبر خطوة للأمام في عملية تنمية شخصيتك واستيعابك للأمور. توقعات العلامة الثانية مواليد 1 أبريل إلى 10 أبريل. إذا فشلت في شيء فلا تشك في قدراتك، فمن المحتمل أن تكون الظروف الخارجية لعبت دورا في ذلك. اقتصد من طاقاتك قليلا ودع الأمور تأخذ مجراها. سوف تتعرض لمواقف تفتح أمامك أبواب لفرص جديدة، وفي تلك اللحظة ستدرك أن الوقت حان وعليك تعبئة كل قواك وجميع طاقتك. توقعات العلامة الثالثة مواليد 11 أبريل إلى 19 أبريل. إنك تلاحق أهدافك بطاقة هائلة، فحاول كبح رغبتك العارمة في النجاح وتابع أهدافك بوعي وبإصرار، لكن لا تغفل عن الأشياء الأهم. تباطأ قليلا وتمالك نفسك من وقت لآخر، وامنح بدنك فترة راحة حتى يتمكن من إعادة شحن طاقتك والاستعداد للمهام القادمة. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.